السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. بالدموع انهيار اليوتيوبر المغربية صوفيا تيت ماترز من أمام المحكمة، فغادي نخليكم مع الفيديو. انا كنصور لكم القدام المحكمه ديال انزكان، محكمه ابتدائيه طبعا. اليوم صراحه تقلت هضره قويه جدا، وكنتمنى انه هذا الطرف اللي قال هذه الهضره هذه ديال انه انا غادي نخسر وما عندي ما نصور من عندها، لانه هي كما كتقول كما قالت بصريح العباره داخل قسم الشرطه انه انا عندي وكيل الملك، هكا قالت فما انه انا عندها، هي زعما عندها وكيل ملك في يديها، وانني انا ما غنربح حتى شي حاجه. ف انا كل ثقه في القضاء وكل ثقه في القانون انه ان شاء الله حقي غيتخاد، وحق بنتي وحق راجلي وحق با اللي تنسب عليه بزاف ديال الامور، وحق الام ديال الزوج ديالي الميته اللي في قبرها وتجبدات حتى هي. كلنا ثقة إن شاء الله، كلنا ثقة إن شاء الله أنو هاد الناس في القانون المغربي وفي القضاء المغربي باش ياخد لنا حقنا ويتبع يعني الأمور هذه، لأنه السيدة كما كتعرفوا والمغاربة كاملين شاهدين شنو تحط، والصور اللي تحطات لراجلي وصوري أنا اللي تحطو لاكارت ناسيونال ديالي، داكشي كامل شهدتو عليه وشتوه أنه تسرب من الحساب الشخصي اللي هو اليوم كيتقال حقا ماشي حقا ما حقا الا واحد جوج بنات كانوا خدامين معاها وهما اللي كانوا كيكتبوا داك الشيء. دوك البنات مساكن طاح عليهم البطل من حيث لا يدرون، وصراحه بقى فيا الحل بزاف من جهتهم. يعني بنادم ما بقاش كيخاف الله، الانسان ما بقاش كيخاف الله باش واحد الجريمه درتيها انت وكتلبقها لواحد اخر بريء، جوج بنات ما عندهمش علاقه حقا ما حقا شفروا لك الفلوس هربوا لك، هما اللي داروا لك داكشي، هما اللي كانوا كينشروا في حسابك الشخصي. مستحيل. مشكله المغاربه كاملين شاهدين، نتوما الاخوان راه شهدتوا وانتم عارفين انه هذاك الحساب ديال هذيك السيده هو حسابها الشخصي، وحسابها الشخصي اللي نشرت فيه صوري انايا ونشرت فيه صور الزوج ديالي ونعتاته باللوطي ونعتاته باقبح الصفات، وبنتي حتى هي اللي قالت بنتي الا كبرات واحد الا كبرات واحد النهار وجا شي واحد قال لها سيري يا بنت عبد الله، ها باك راه ماشي هو عمر، راه واحد فلانه قالتها وكتقول البنت ماشي بنتكم وانتم متبنينها ولا متكفلين بها، ها والبنت من صلبنا ودبت عليها 9 شهور، ويجي واحد في الاخر يقول لك بنتك ماشي بنتك بنت عبد الله. ايوا على الله وعليكم، الله ينزل عليكم النعلة الى يوم الدين، اقسم بالله ولو يبقى فيا عرق واحد ولو نخسر لي قدامي ولي ورايا. ياك انا دابا خليت شغلي في الامارات وخليت داري وخليت روينتي وخليت عندي بزاف ديال الامور، داكشي كامل درت لي ستوب، غنجلس هنا في المغرب حتى يا ما غنسمحش في حقي، وما غنسمحش في حق بنتي، وما غنسمحش في حق راجلي، وراجلي حتى هو ما غاديش يسمح في حقه، لان طيحتي عليه الباطل، قستيه في رجولته. يعني باش تقولي على راجل قوم لوط تقولي عليه جاي وتقولي عليه عنده بنت فيليبينيه ولا ما نعرف شنو ومزوج، هادي اول حاجه فتنه، فتنه بينه وبينه اوكي، يعني فتنه اشد من القتل. يعني لو انا ما كنتش تايقه في راجلي وما كنتش عارفه راجلي وكن ما كنتش عارفه داكشي كامل كذوب، راه كان بامكاني غادي نوض نطلق انا اللي سمعت هضرتكم، بامكاني لو ما كنتش انا عارفه راجلي وكنت عارفه بلي داكشي كامل هضره خاويه كنت غنوض. فانتوما باغيين ديروا تشتتوا لي عشي وباغيين ديروا الفتنه، وقستو قستو قستو بزاف الناس، قستو بزاف الناس. ولو نبغي نسمح انا بحقي ما خليتوش نتوما شي حاجه اللي نقدروا نديروا بوجهها، ما خليت. ونمشي اليوم قدام في الداخل ديال قسم الشرطه، ياك قلتي لي بصريح العباره ما غتربحي والو وانا عندي وكيل الملك، قلتيها هكا وانا كنتحداك قدام هاد المغاربه كاملين وهاد الناس اللي كيشوفوا على هاد الهضره، وقلتي لي باترونه سبيتيني في وسط قسم الشرطه، ياك وانت جايه محيده النقاب ودايره بيرسينغ والميكاب وواحد المستوى باش كتهضر، واحد
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بس أنا والله ما غنسمح. شوفوا أقسم بالله إلا ما تخدش لي حقي في هاد السيدة هادي، ياك على هاد الشي اللي دارت لي يا غلقت لراسي. أنا نقولها لكم من هاد السطوري، أقسم بجلال الله يا غلقت لراسي، لأنه تكرفصت 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 في الأخر. يجي واحد يقول لك أنا الوكيل في الدية، أنا غنشوف ولد الوكيل وغنشوف هاد الشي. للاسف انا دابا فشيت المحكمه باش نقول هذا الشيء. قالوا لي علاش ما صورتيهاش فاش قالت هذه الهضره هذه، علاش ما صورتيهاش فاش كتحداني هي عندها لا الوكيل ديالي كتحداني وسط البوليس وعده وصل فيها التجبر لدرجه وسط البوليس وكتعناي بالقوه ديالك وانت عارفه راسك انت الظالمه، عارفه راسك داك الشيء كامل درتيه وربقتيه البنات مسكين ما عندهم حتى شي دخل. جوج بنات كانوا خدامين عندك معاهم عداوه خشيتيهم في الموضوع، بس هما غيجيو البنات راه غيجيبهم راه غيستدعيوهم ياك، والمغاربه كاملين شاهدين وعندي فيديوهات. كنتي كتعترفي بداك الشيء اللي درتي، كتعترفي به وكتقولي انا اتحمل المسؤوليه وغندخل الحبس 5 سنين وغنخلي المصنع لخويا وغنخلي المحلات لختي وغنخلي المراكز لختي. شوفي انا ما غاديش نتعلى بالقوه ياك، وما غاديش نسميتو انا كلي امان في القضاء هو اللي غياخذ لي حقي، ما غنعطيش الرشوه وما غنديرش الوجيات وما غنديرش بزاف د الحوايج، ما غنديرش الشيء اللي درتي انتيا ما غنديروش ياك، ونخلي ايماني في الله قوي والمغاربه شاهدين، المغاربه شاهدين على الجرائم اللي درتي وصور الرجل اللي حطيتي ونشرتي وما خليتي لي وشويتي مع خدمته وشويتي مع العالم، وبنتي بعض النهار غتكبر وانتم عارفين السوشيال ميديا كيفاش داير، واحد النهار بنتي غتبدا تسب هاد الهضره اللي قلتي ليها ان با سميتو عبد الله وانها ماشي بنتي، هادي غنشدك بها امام الله عز وجل. وبا اللي خرجتي من المله لانك كفرتيه، قلتي مشعوذ، قلتي ليه مشعوذ، كفرتيه خرجتيه من مله محمد، غنشدك بهذا الشيء الى جدو هادشي يوم القيامه. الا ما تخدش لينا واحد اللي تشادين بهم ما تخدش لينا حقنا اللي كيتسنى في الاخيره قدام الله. فضلتي قلتي ليا بنتي وتبعتيها في الزمان ديالها الاول، تبعتيها في هذا عاوتاني بعينك الله يرد فيك الحق، بعينك الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربي غيبين فيك البرهان، ربي غيبين معززتو تديتي علينا، ما ظلم عليك، ما ظلمك في بالنا، ما ربحي كوني كاع انت كتحكمي هاد البلاد، اش بينا وبينك يكون حسدناك راه ما غاديش نشهروك نهار الاول، نهار الاول حنا السبب ديالك في الشهره ديالك، اش بغيتي عندنا، اش بغيتي عند بنتي، اش بغيتي عند بنتي، عند الله تبارك وتعالى ياخذ فيك الحق، حنا ماشي ديال هاد الشيء ديال المحاكم، سمحنا بياما سمحنا حقنا يا ما قبل السوشيال ميديا يا ما خلينا، وحق دوك البنات حتى هما اللي اتهمتي لحتي عليهم دابا البطل ياك، دوك جوج بنات اللي عندك معاهم شي خلاف ودخلتيهم في هذا الموضوع اللي ما عندهمش به علاقه وقلتي بلي هما اللي حطوا داك الشيء هما اللي نشروا داك الشيء، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وكل امل في القضاء وكل امل في القانون ديال بلادي، انه غادي ينصفني وغادي ينصف بنتي وغادي ينصف راجلي وغادي ينصفنا كاملين وينصف حتى هاد البنات مساكن اللي تلاح عليهم البطل مساكن ما دايرين لا بيديهم لا برجليهم. الناس مابقاش كتخاف الله، اقسم بالله الناس مابقاش كتخاف الله، الناس مابقاش كتخاف الله، صافي مابقاش الامان في الدنيا اقسم بالله. انتما عارفيني انا انسانه قويه وماشي اي حاجه تقدر تبكيني او اي حاجه، ولكن راه فاش كتشوفي الظلم راه ما تقدرش تصبر ما تقدرش. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله يهدي ما خلق. فكنتظر اخذ تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.